السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج الذهبي اللي دائما كنا نوعدكم به. الحمد لله نشرف بضيوفنا اليوم، برنامج الذهبي برنامج ترفيهي وفيه الهول وفيه المدح، برنامج جماعة. والذهبي تنقال تاي الدحميس، حد ما يعرف بس ما قد سمع به الذهبي تنقال تاي الدحميس في مروض الحساني. مرحبا بكم معنا كاملين. مرحبا بك شيخ باي. شيخ باي مرحبا بك معنا. وضيفنا الثاني فنان الكبير سالك. سالك مرحبا بك معنا. يا مرحبا بك سالي واخر. شيخ باي شحالك؟ مرحبا بك سالي. شنو هو كلامك عن الذهبي؟ مرحبا بكم. السلام، أولا شاكر الوطنية على هذه الاستضافة، وشاكرها عنها قبلتني أول ضيف في هذا البرنامج اللي قال الذهبي، وعن اللي جاء في وقت الذهبي. الذهبي هو أتاي اللي دحميس، أتاي عنده طعم خاص، ركب شوي مكان أتاي يبعث الخصاصة الهم، وأحيانا يسمى برضاع العشوب لأنه يعد الدحميس وقت الهم، وقت راح الحواويين وعود العشوب جايين، عود البقر جاي، وعود هو ينعليهم يتلاطم ويرضعوا، وذاك محالي في, 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 في الناس. ثانيا رضاعة العشوب المدة عندها دلالة خارقة، عرف ياسم الناس ما دين اشرحها من غير خارجة، تعرف ايش من الناس تعرف ذات معنى الديار واهتمامكم بالثقافة وبتعريف الناس عليها وتجسيدها عنكم تعدلوا انتم الذهب ذا الوقت في وقته ياك الناس تعرفوا وتعرف معنا، هذا مهم. ومحييكم ومحيي المدير الحسن تحية خاصة. مرحبا بك. وسالك مرحبا بك. شو ما سياك لباس ياك خير. مرحبا بك. بارك الله. مرحبا. وسالك دورك تكلمنا عن ابتدائك في هذا مجال المدح والفن. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شاكر الوطنية للدعوة اللي دعاتني، وشاكرك انت وشاكر برنامج الذهبي وتوفان المدح بدأت فيه. خليك تبارك الله، من يوم اللي عقلت انا مدح فختلي انا مدح وزين عن جلهول ونتنهول وزين عن جمودي المدح راس وسط وسرع بيدي هو اللي قاعد دفن هو كنت بيدي هو مولاه في الدنيا يتم من تصعر وفي الاخر يشفع فيها راس وسط والسلام معنا انه ما كيفوش. الله الله. عليه الصلاة والسلام. هو دورك عاد تبدا لنا بمدحة وزينة. والله تبدا لنا بأخذك ان شاء الله. والله هاي المدحة اللي هنا بنقول راني هاجيها للوطنية وهاجيها للبرنامج وهاجيها مولد جمهوري كامل هون في الوطن وفي خارج الوطن بنياسة من الناس اللي حنين على السنابون بقيهم يعودوا بعد متابعين التلفزة كامل. هربني 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 حبي المعظم لمن يا بن 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 لمن يا بن هربني حبي المعظم بات وصايا يا ركي في العتروس عنزت صيي يا حكب شير مريم واللون زين من لون عروس وزين من حولي يا مولى جمم خبطت مدفع ها خبطت كابوس خبطت نسري يا يدق خدام وعلى النبي قلبي محبوس بات بيرم وزق لي ايام هربني حي بير معلم لمن يا بن 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 لمن يا ابن هربني حي بير معلم اللي وحده يبني حله
احمل لجبيت وخلي ما لقيت يا السخام اللي وخيار اللي يقطد كله واللي لسم الله يتولى لا كلام حياة ما تسال الله عيا يا لي وسل اللهم هربني حيب يا المعلم لمن يا ابي يا لمن يا ابي هربني حيب يا المعلم عالي فيات علينا يا عالي فيات علينا يا ما قد تلو تحكي يا من متنخبيطو للكفار عاد الحولي ينقع في الدي يا مهربني حيب يا المعلم لمن يا بن 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 لمن يا ابي هربني حيب المعلم يا المعلم هربني هربني حب المعلم اشرب كاسة طلعة قافهم خالد قافهم بارك الله ولد الداه راني محيي يقول لما تحنى بيولي طب عليه وبيتعلم تم وتم عليهم ولي صليتات لما تحنى بيولي طب عليه وبيتعلم تم وتم عليهم ولي صلي زاد وسلم قد طلعت وطلعة تقول باش تحقق مرادك فيك يا نبي وطيات من بيك شفيعك لا ترخي بيديك تورى سمايع واش مسقم لا يبيه تصفي دخليك وياك دخليك تسقم على ما تحنى بيولي طب عليه وبيه تعلم تم وتم عليهم ولي صلي حتى زاد وسلم الله لا يا وسالك انت ايش عندك اشتي دارك شيء من الاشوار 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 قاع انا نمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام الاشوار على كامل قرب بعد اساس فني كامل لا المدح قرب مدينة التمدور والدور الشوارع نقول لكم معناك اصلا انك ما عاد الشوارع جدد ما عاد الشوارع يقال لنا شوارع يقول لنا شي من الشوارك اللي عندك لكم الشوارع الزمنيه شوارع الله شوارع الزمنيه الاول ندور قاع والله لا شوارع والله هذاك ولي ندور قاع شوارع الزمنيه رايدين ورايدين ورايدين لمانا رايدين رايدين ورايدين ورايدين لمانا رايدين عند مرايا يا البدا يا عند مرايا يا البدا مجنوني من يا ليا من الضريع علي بطير لما يا يا هلا ريدي ريدين وريدين وريدين لما يا يا هلا ريدي ريدين ليا عادوا زينات ريدين عادوا زينات المطيشين بيا ريمي دخلت بالبيش ودا بيا من حور العين لمي انا يا 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 الا ريدين ريدين وريدين ورا
من العين ولا ضيعته بالحفرة عدلنا الزقنا يمسكر الأمي اللي ريدين ريدين وليدين وليدين الأمي اللي ريدين يلي تبغي حقيقية يلي تبغي يا حقيقية يلي تبغي يا حقيقية تسمع لك شاركاتي زين تسمع لك شاركاتي زين الأم أنا الأريدي راعي لك في الوطنية الأشوار وحدين بتيين راعي لك في الوطنية الأشوار وحدين بتيين الأم أنا تطيش وانبطن لنا الناس المطيشين يا نبي يا ريمي تقرد بالبيش ولا بيلع من حول عير الأمم أنا يا الأرجين الله 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 هذا زين إن شاء الله زين الله الله هو الشيخ بيه الشيخ بيه لا هي تقول إن الشيخ هذا السلام الأشوار عندنا مكالمة عليكم السلام عليكم السلام مشاهدة عليكم السلام شو الحال يا ما شاء الله تبارك الله شو ما سنت ياك لباس قولة تنقل صوت شو ما سنت ياك لباس ما شاء الله نقصي صوت تلفزة شوي ياك نسمع صوت ألو ألو معاك تفضلي تفضلي مرحبا بك السلام عليكم ألو ألو تفضلي تفضلي سامعينك بعد تفضلي معاك برنامج الذهبي وعليكم السلام أنا بعد أقوى اليوم أقوى بايت كبير إن شاء الله ربنا يرحمك الله يطول عمرك يا ونبيك الله يجازك بالخير إن شاء الله الله من الله سبحانه وتعالى الله يجازيك الله يجازيك بالخير مرحبا بك الو 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 معك معك تفضلي شاكرة حياتي يومية لبس يا مرحبا بك وسهلا وخير الله يجازيك الله يجازيك بالخير ان شاء الله مرحبا بك يا مرحبا يا مرحبا وخيرت يا مرحبتي وخيرت مرحبا بك فضيلة مرحبا بك فضيلة عندك جاف والله الشغل اللي تقولي والله ان شاء الله والله تم العطية الحياة الزبع رامي والله والله ان شاء الله والله ان شاء الله ان شاء الله الشيخ بيه دورك تقول ضلع الله قام في غزل ليه سبب لك لين وتشرح لنا شيء عن غزل ليه سبب لك لين نحكي لك طلعة من مدح رسول وطلعة تقول المزة متحن بينا بيه والدرجة وياه مدزة ومناب لما متحن بيه بغناه غناه بلا مزة وجه رسول بحق المعبود مش محمد الوجود ما رأى الأخلاق الناس شهود مهزة والناس مهزة والعزة ما راها والجود مهزوز ومهزوزة والزعامة قبله والزعامة قبله وجه رسول بحق المعبود مش محمد الوجود ما رأى الأخلاق الناس شهود مهزة والناس مهزة والزعامة بالحق تكود حقها مهزوزة من الزلزلة والفاجر راه يسود ويسود الظالم بخزة والضعيف وضعفه مكرود والمرأة محقورة ممزة شخلق عنده مجيد محمود عاد الخير مساطر نزة وتمعلم له الخير العود وجات الرحمة دزة دزة وعمت الأخلاق بلا حدود كيف الجود وكيف العزة وعاد الضعيف الجيش يقود والمرأة عاد تفعل حزة والزعامة عادت بالدين والحق اللابين والاثنين متمعلم في الناس جاقين بالله
وقامت من قزة قالت جزر الشياطين والأصنام منهم قالت جزر وفزت ضد الكفر ويلين مرحوق على ذيك الفزة وعدنا مدروجين وهمنين لاقلنا للقار وغزة المزة ما تحبين بيه والدرجة وياه ملزة ومنادم لما ما تحبيه بغناه غناه بلا مزة عليه ودرسة الله يطول السلام الله يطول السلام الله يطول السلام الله يطول السلام الله حتى وكيف قلتي؟ ألو ألو السلام عليكم ألو مرحبا بكم معك برنامج الذهبي تفضلي السلام عليكم عليكم السلام مرحبا من معايا ألو ألو نصان طولك نصان طولك قولي لنا سلام معكم معكم مجبل هذا الباب العظيم مرحبا بك الله يجازيك بالخير انقطع انقطع الاتصال يا واجع تفضل يا شيخ بن لا اله الا الله محمد رسول الله الغزل كان وعاد كان الاكثرية كان اكثر فيه عود وصف خالق شيء ذاك اختفى طبعا ما تدري تسمعين خالق واحد يقول عندك سنين بشركات يا غلانه من مولانا العاد بعد بشركات ايام ذهوانا لانه من من من, من الغزل ما تيتي تسمعين فاللي قاعد تشارك سنين ما ادري مثل خالق ولا تلقى ناس واحلى فيه ما شاء الله ما ادري خالق تشارك سنين ويقول الاخر منادي بشافك واقفه والله شاف تواطيتك يعرف عنك ما واقفه الاخلاق على تخليتك هذا تعرف المعرض اللي ينقال فيه واحد معرض يغير فيهم اللي وصف وذاك اللي يقول يا مستدريت كتاب عزيز ذيك عذاب تركب خربه باب خيمتهم تركابه هو حارث تركاب الأخراب على بابه المقصود ما هو ما هو ما هو ذاك الكتاب والكتاب يعود عادة متوعر ومن يدل الكتاب معناها أنه هو ملي وارك اليوم أكثر غزلهم أكثر 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 شوي عند عنه إفة من 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 الغزل من الغزل الأول غزل الأول في ياسم الوصف ياسم الوصف الدقيقة حتى الزمن قاعد عاد لا يعود عن ملقى وضع عن شيخنا لباس تتغدو هوا الله كده هنا مشو شور فاصل إعلاني ونرجع لكم إن شاء الله مع عرض الرجوع لموريتاني الشريحة القديمة تعادل الكثير من الانترنت والكثير من المكالمات الآن أعد تشغيلها بدون مصاريف إضافية بإرسال رسالة قصيرة مجانية إلى 12-16 واستفيد من رصيد مجاني 5 جيجا من الانترنت مجزأة 1 جيجا من الانترنت مهداة مباشرة عند التفعيل 1 جيجا مهداة كل يوم جمعة لمدة 4 أسابيع 2.5 ساعة من المكالمات الوطنية مجزأة 30 دقيقة مهداة مباشرة عند التفعيل 30 دقيقة مهداة كل يوم اثنين لمدة 4 أسابيع العرض صالح للشرائح غير المستخدمة منذ شهر أو أكثر للمزيد من المعلومات اتصلوا بخدمة الزبناء على 122 شيريتال أكثر مما تتخيل عليكم برنامج الذهبي سالم نختارك تعدل تقولنا متحة الله إن شاء الله ألو 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 السلام عليكم تكلم أنت ألو السلام عليكم معكم برنامج الذهبي ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام شحالك أنا صنطورك ألو معك برنامج الذهبي من متصل قولي اسمك من اورات وني بيكم من اورات الشاشه نوني بيك وني بيك بيك منى
الو منى. منى قصي صوت التلفزة. صوت التلفزة خليك. خليك لنا ان شاء الله. الله يخليك. الو منى عندك شرط تبقى يقولوا لك. الو الله يجازيك بالخير. مرحبا بك. ايوا السلام قلنا متحة. الدرجة العاري الاكبر يا ريدي دم يا النور. الدرجة العاري الاكبر يا لي 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 لا لا يا لي 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 لا 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 يا لي لي دم ما يا نور نار أسدر بربش يا روحي تبقي وجوي والله وياك القمر واللي شقي اي ما ينظر فيه عرمو يا دن دنو ينتهر يا لو بدري يا اصحاب الكيف يا رجال القيد ندوى يا يوم النصبح ركبة والكيف النار بعيني لا 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 يا علي دي دم ما يا نور لا على اللب علي ولا بعمر يا علي دي دم ما يا نور لا يا حريم يا هلا شفتي قدام الخر خيمة يا كان حماي يا رو منين حب بل ركابي شبعت القنم يشبع ربق يا ريال يدي دم يا نور يا ري 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 يا لا لا يا ري 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 لا 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 يا ري ري دم يا نور يا لا تعبش. الصلاة والسلام. الشيخ باي من دورك تكلمنا عن أتاي موضوع الحسان. أتاي كان كان نادر. ذاك هو اللي كان دائما الناس تعود خايفة من السكاكة ويقول واحد حد تجي ما يميه لا تاي ولا راي حد يتجي حد يميه ما يتجه تعداد لا تاي. ويقولوا العلي عن قالوا العليات يقول عن قالوا الرجال ما تطرح بط على الجمرة ما جات تبط للبط مرة. وعن قالوا العليات ما تطرح بط على الحمون ما جات تبط راجل معلوم. شنبتوا الناس كانت كارهة السكاكة بيها ندرس أتاي ما هو موجود يعني يجبر عنده فدان فدان فدان. يقول واحد أتاي تركته أخبار تقول لا به عزة نفسه عليه ما يختار يعود سكاك لا يختار من يعود يابل الناس عن جي. أتاي تركته التغريش طرح تلفون السابع والشم عزمت على تركه ولا تعرفت أنا ولا عيش في الترك الشهين يشتركون ولا العيش ما أنت زي حتى ما أقول الله يدازم. هو السالك دورك قام ان شاء الله مسيرتك الفنية ان شاء الله زين وبدأت ما شاء الله مستصغير قلت لك وانتون دورك تكلمنا عن زين موقف قاعد تخلي لك تمعتي. انا التالي قاعد ما خالد من موقف زين ما قاعد تخرج لي بيدي انا بان شاك اني قلب اشدونه قاعد بيدي تبارك الله من هيدي تاير كبار ان شاء الله دائما تبارك الله دائما جالسه صحت من علاقه
من علاقتهم به على انهم قاعد يقولوا عنهم ما يرجبها رجال الله كان ماشي دول الروايه ليش برك يقولون يلا يتحرى يصوم ذاكرتين والله ان شاء الله يدور يمشي ما يشرب ذاكرتين حد يشري جماعه فيها تاي بس ولا في رجال اسمها هي عجل عن وفه تاي بنا تاي ما راح حد يعجل عنه الحقيقه التاي ما خلاهاش كبير ولا اول كيسه صبينا كاسك الوسطاني وانا بعد مجرب هذا ما نحرك عنه لا تاري قاعد ما نحرك عنه يا جماعه من دون تاي تاري جماعه من دون تاي ما ينفع الجمع والجر الجر جماعة والجر وعلى ذلك الجماعة لا نطلب مولانا الزميلة جميلة مثل هذه الشيخة إن شاء الله طالب من الناس كاملة مجد أنا تطلب لها مولانا الشفاء جميلة لي إنسان نادر قطان هي عدلنا برنامج قالوا جماعة كنا نقدموه في إذاعة موريتانيا وهو اللي لا يعقب يعود نفس الاسم يحملوا برنامج عند موريتانيا وفيه نكتة أن كنا عدلنا به رمضان وكنا برمشين عن المنيو في آخر رمضان لهن عدلوه أسبوعي تمين الدنيا هو أن عادي أخذ موريتانيا برنامج قالوا جماعة عليكم السلام عليكم السلام تفضلي الو 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 تفضلي نحن معك افتحي صوتك السلام عليكم مكالمة انقطعت انقطعت تتكلم قلت لك ان كنا مبرمجين ان لا نرجع له عدلناه في رمضان كنا مبرمجين منيا في رمضان لهنا نرجعوا نعدلوا برنامج اسبوعي قالوا جماعه كانوا ينقدموا كانت هي تعدل فيه تقارير زينه حتى وتمينا فجاه ظهر في التلفزه الموريتانيه برنامج قالوا جماعه يحمل نفس الاسم وحكما نفس الموضوع اتتوه نقول نقول الجماعه اللي كانت تقدر تتكلم في البرنامج كانت شاده اخبار شين قالوا لي يطلب لغنه هو عن تعود كلمه نفس الكلمه عنهم ما يلا عود راوين راوي نفس بعض الكلمة ما يلا تكرر في الراوي تكرر وتميتين وريهم مشاهدينك الأخبار تقولوا توف شفنا برنامج هنا طرف التلفزة زين ونصرة الكبيرة كمان وفخرة للموزون اللي تحنيطة والبارح سنتاو بعبرة لعادة مات موريطة في أخبار الموزون تمشوا جابوا جولة وتخابيطة وعابوا ليطة غير نساو اسم البرنامج في ليطة الله يجزاك الله خير فرصه نطلبوا لها مولانا كامل الشفاء وراجل ان شاء الله تجبر مدي من عنايه من الدوله انا نطلبوا لها ان شاء الله من هذا المنبر طالبين الدوله تعد لها رعايه خاصه صحفيه معروفه وكبيره الحمد لله وما يصح لها شيء من الزمن ما يصح قطعت عمليه وعقبت رجعت وقلت صحتها اللي ضاقت فيها اسابيع وطالبين الحكومة والدولة وطالبين الناس كاملة قاعد تطلب لهم مولانا توقف معاها وطالبين هم اللي يوفروا لها حالة تمشي بها شهر خارج الدواء بأنها لابد لها تمشي تعودها إن شاء الله إن شاء الله سالي دورك سمعنا شور شور ولا مدح لا نسياني لا من هو سمع اتوحلها حب أقدر نقيا النعين ويا حب أقدر نقيا النعين ويا النبي ما جيت انت تحدى راجيت في الميدان يشبع في يديك وانت أنا ما نبقيك وانت ويا وني يا وني يا وني حتى انا ما يا نبغيك وانت انا ما عنديك وانت يا والاخي يا الناس بيد يا والاخي يا الناس بيد عبد الله بن شيبة يا سيدنا سيد يا وني بشير في خديك دنك وراوك تاكلاش بيالي راوك تاكلاش بيالي قيرا بيت انت
ولا عينك في دمار يا ابن شيبت ويا وني يا وني يا وني حتى ويا وني بشاير في غرق دنت يوم ما عشى يعرفي العصي يا يعني يوم ما عشى يعرفي العصي يا تتعايط من متن البقت يا يعني تحدى راجل في البيت يا يعني اجبع فيهم يا كو وانت انا ما يا يعني بقيكم وانت ويا وني يا وني يا وني حتى أنا ما يا عندي جيت من الحي السبحان وجيت من رجيت 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 من الحي السبحان طالب هالو حتى حتى وطالب هالو حتى حتى يشفع فينا سيد عدنان أنا وانتي 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 يشفع فينا سيد عدنان أنا وانتي 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 أنا ما يا نبغي كون تي أنا اللي يوتوف نبقينا يا بي أنا اللي يوتوف أنا اللي يوتوف من مني وإلي أنا اللي يوتوف أنا اللي يوتوف نبقينا أبي أنا اللي يوتوف هحبك نبي من مني وإلي أنا اللي يوتوف أنا اللي يوتوف متفجر فيا أنا اللي يوتوف أنا اللي يوتوف تبت العار فيا أنا اللي يوتوف أنا اللي يوتوف من مني وإلي أنا اللي يوتوف هح من مني وإلي من مني وإلي أنا اللي يوتوف أنا اللي يوتوف يا علاك فيا يا أنا اللي يوتوف هي يا أنا اللي يوتوف يا فعلاك فيا يا أنا اللي يوتوف أنا اللي يوتوف من مني وإلي أنا اللي يوتوف عليه الصلاة والسلام. عندك مكالمة؟ الزين اللي فيه عنه يفقد أصحاب الشيخ. أعطينا مكالمة. هو عنه ما تحرس. الله. أعطينا مكالمة. مخرج. ألو. 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 تفضل معك برنامج ذهبي. مكالمة قطعت يا واش. أعطينا مكالمة أخرى. طينا مكالمة أخرى. ألو. هوا. مكالمة. ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. عليكم السلام. تفضلي. تفضلي معك برنامج ذهبي. شاكرة الوطنية على استضافة الثلاء. نصان تقولك تفضلي هاي الفنانة ومداح الرسول عليه الصلاة والسلام الله يجازك بالخير وشاب حمد المولانا صغير مازال ومازال قدامه مشوار طويل ورازيل من عند الله ان شاء الله توفيق لكن مشوار ضغطوا علينا وعليك امين 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 ان شاء الله امين يا مولانا والنبي هم اللي حتى رواكم وقالي الله يلحق الله يلحق بعد ثابت تنوايف ذاك لك تنوايفي مرحبا بك راكلين انقصوا فاصل انا شاكلين لكم انتم وشاكلين البايز اللي معاه مرحبا بك مرحبا بك الله يجازك بالخير ان شاء الله مرحبا بك عندنا فاصل راكلين انقصوا فاصل ونرجع لكم ان شاء الله
موريتاني تعود من جديد مع عرض الجود بلا حدود، رصيد مجاني لك ورصيد يرجع لك. اشتري شريحة موريتاني بخمسين أوقية جديدة فقط، استفيد من 3000 أوقية مجزأة للاتصال والرسائل الوطنية والإنترنت، 250 أوقية أسبوعيا لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى مزايا فورية 30 دقيقة من المكالمات الوطنية، زائد 500 ميجا من الإنترنت عند التفعيل. هنالك المزيد، 50 أوقية جديدة عند كل تفعيل للساعة الوطنية. ألو للكل، لتفعيل الساعة الوطنية من الرصيد اضغط نجمة 590 نجمة 60 مربع، أو عبر بطاقة الشحن نجمة 222 نجمة رمز الشحن نجمة 1 مربع. لتسجيل الشريحة يرجى إرسال الرقم الوطني إلى 127 برسالة نصية مجانية مع عرض الجود بلا حدود، رصيد مجاني لك ورصيد يرجع لك. للمزيد من المعلومات اتصلوا بخدمة الزبناء على 122. شيدة أكثر مما تتخيل. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، الله يكرمك يا صبو كاس. كاس. نحسكم كنتوا أقوى صبو لنا هذين، إحنا ما نك. دور الصبو لكم الثاني إن شاء الله. دور الصبو لكم إن شاء الله 3 كيسات عدو ثاني. تفضل. هي تعادل انها ما تحرك سر نبي يا زين وبا يا را يا زين الليلة يا وزين الباح ماري يا زين ونقي يا ماري زين ونقي تتبسم مم برفم رفيا يا را يا حمار ورجلو ماري أما أقد نقعد على الصلاة والسلام. عندكم مكالمة. ألو. 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 تفضل.
ندعو لكم ان شاء الله. يجلسوا فاصل اعلاني نرجع. تكلم تكلم. عندنا لنا متحة. يا سيد أنا مين سوني أنا عنك شوابني سيد أنا مين سوني مشاهدينا الكرام نهدي بصفاصل الإعلان نرجع لكم إن شاء الله.